Jesús para vivo. Yo voy a ser. Papá, yo voy a ser. Yo voy a ser. Depende de cada discípulo. Depende de cada pulido. Oké, ik wil dat we ze lachen schwijn. Zeg hier al wel. الأمن والإبداع هما يكاد أن يكون طرفي نقيض من أول وهلة أن النظر إليهما منفصلين أو مجتمعين أين كان الأمر يحضرنا ما كان يقوله ولا يزال قوله ولا يزال قوله قائما حتى الآن الناطق السينمائي سامي السلموني كذلك يقول هناك فقر قائم فقر تاريخي قائم بين المواطن المصري ورجل الأردن وهو محمد لأنه دائما رجل الأمن يمثل السلطة وفي معظم تاريخنا المكتوب السلطة الهاشمة لأن معظم تاريخنا المكتوب ينتمي إلى سلطة الاحتلال وما قبل الاحتلال في عصر الأسرة المصرية كانت هناك سلطة قابضة لا نعرف أنها هاشمة لكن على الأقل نرجح أنها قابضة لأنه ما كانش قابضة ما كانش أصلا هيبقى فيه زراعة ما كانش هيبقى فيه نظام للري ما كانش هيبقى فيه أرض بتنتج ما كانش هيبقى فيه كمان نظام لأكل الناس في أيام القحط اللي ما يجيش فيها نيل أو نأكل الناس في أيام الفيضان اللي تغلت الأراضي وبرضه لا تنتج زرعا. ده من الناحية التاريخية. من ناحية الواقع في مصر أصلاً بدأ الرقابة على الإبداع من داخل السلطة الأمنية. طبعاً حتى الآن كتير ناس تتكلم عن الرقابة على المصنفات الفنية وتحديداً تبدأ من الرقابة على المطبوعات وهي البداية كانت اسمها الرقابة على المطبوعات. احنا على فكرة برضو للتاريخ كل ما ابتدعه الاستعمار البريطاني او الاحتلال البريطاني في مصر لحماية ذاته نحن ورثناه لنبطش بانفسنا به. يعني الاحتلال البريطاني هو اللي أسس ما يعرف بالبوليس السياسي فضل معانا وبقى ألم مخصوص واسم مخصوص لأن ما حولناه مباحث عامة بعد في أيام عبد الناصر ثم تحول باسم مباحث أمن الدولة على أيدي السادات ثم مبارك ثم تحول الآن إلى مباحث الأمن الوطني وفضل ما فيه بوليس سياسي في مصر تحت أي مسمى لن ننجح في الحرية. الموضوع الثاني انه علشان كلها فكره كانت بمناسبه الحرب العالميه الاولى ساعه ما بريطانيا وضعت مصر تحت الامتداد بمناسبه الحرب 1914 في نفس التاريخ وقبلها بشويه كمان في 1914 طلع قانون الموضوعات علشان نراقب الموضوعات ونراقب الصحافه فلما ظهرت السينما دخلت معاها كل ده كان شغل وزاره الداخليه قعدت الرقابه تقوم وتيجي ما بين وزارة الداخلية ومناطق أخرى والآخر خالص سنة 55 طلعت من الداخلية لكن قعدت بأخلاق الداخلية. مشكلة الرقابة أنها أصلاً واقعة أمنية. الرقابة في حد ذاتها على الإبداع هي واقعة أمنية، واقعة بوليسية، لأنه بتترقب عشان إيه؟ خايف من إيه؟ واحد يريد الرقابة علشان الأخلاق لا يعني أي سلطة فكرة الأخلاق لكن هو دايما بيحطها كده يعني حجة باستمرار علشان لو قال لك إن الرقابة أمنية فقط رقابة عشان خاطر أحمي النظام السياسي ده حدوتة كده سيبنا من الكلام ده ويعني كان يتقال زمان لكن عيب يتقال دلوقتي عشان كده مشكلتنا بقى اللي اصلا بنعالجها في كتاب اسمه وقائع بوليسيه في السينما اللي هو عنوانه فك الاشتباك بين الالم والابداع هو انه من الضروري ومن المحتم
أن تتناول السينما دائما أي سلطة من خلال شخصيات وأحداث وأفعال رجال الفن، لأنه هما شكل الحكومة الواضح باستمرار. هذه ضريبة لابد أن نعترف بها، ولابد أن يعني نفهمها كويس أوي. هنا في مجتمعاتنا مش زي مجتمعات غربية، مجتمعاتنا هنا قايمة على إنه اللي مالوش كبير كبير الحكومة، واللي كان بيشوف فيلم زينب هيلاقي الجملة دي موجودة. في حاجة في الأمن محدش واخد باله منها، بنسميها الجدلية الأمنية، أو أنا بسميها الجدلية الأمنية المستدامة. جون ستوارت فيلسوف الحرية الأول في العالم قال كل حاجة عن الحرية، بس قال أن الحرية ليست مطلقة، وأنه لابد أن تكون في كل دولة محترمة سلطة أو جهات تختص بمنع الجريمة أو كشفها وتعزيرها، أي العقاب عنها بعد ضبطها. بغض النظر بقى ده احنا طلعنا عارفين اسمه على مستوى العالم بوليس، وجينا احنا في مصر عرضناه في منتصف الخمسينات وبقى اسمه الشرطة، وده موضوع تاني. طيب لو مشينا صح هنلاقي انه البوليس جهاز مطلوب منه محافظة على الأمن، مطلوب منه محافظة على السكينة، محافظة على النظام، محافظة على الصحة، يعني باختصار في الآخر خالص مجمله تحت عبارة بسيطة جدا، وهي تحقيق مفهوم السلام الاجتماعي. طيب الناحية الثانية، ما هو المكلف ان هو يمنع الجريمة، مكلف ان هو يطارد المجرمين، مكلف ان هو يضبط الجناة، مكلف ان هو يقدمهم بالأدلة الى العدالة. ده هو مكلف بحاجات كتير جدا كلنا مش واخدين بالنا ان احنا في حياتنا واحنا ماشيين. لو انا عديت الشارع في غير مكان عبور مشاهدة ارتكبت مخالفة كسائر، ما بال بقى اللي بيكسر الاشاره ويمشي، ما بال اللي بيرمي مخلفات، ما بال اللي بيبني دلوقتي او بيردم النيل، اذا الشرطه ايضا جهاز تصادمي بالضروره. هذه هي الجدليه الامنيه. فمع ان الشرطه جهاز مكلف بتحقيق مفهوم السلام الاجتماعي، الا انه ايضا جهاز تصادمي بالضروره. المسافة بين تحقيق مفهوم السلام الاجتماعي والتصادم بتنقص دايما في المجتمعات الأكثر تقدما، لأن المجتمعات الأكثر تقدما جزء كبير من تقدمها مبني على احترام القانون، وبالتالي تخف الصفة التصادمية وأحيانا تكاد أن تختفي ولا تظهر إلا في حالة الجريمة فقط. وبالتالي مش كل الناس مجرمين، بالعكس ده استثناء. سينما بقى عندنا كل ما تيجي تقرب من البوليس تقوم تعمل حاجه اسمها التوازنات. انا بطلع مثلا في زاويه رجل مهم ضابط امن الدوله عمال يعمل ويعمل 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 ايا كان ما بيتقال فيه، واروح مطلع ضابط جنبيه كده يقول ايه؟ اللي بتعمله ده غلط، اللي بتعمله ده حرام. اطلع برضه مش عارف ايه بيعمل اطلع جنبيه برضه ظابط تاني او زي فيلم الدير والقبطان مامور سجن او مدير لمان عمال طخ 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 كان له دوره محمود مرسي. يجي بعدها بشويه الاقي كده مجدي وهبه الظابط الصغير بيقول لا غلط برضه حرام، حتى اقفل الفيلم على صوره مجدي وهبه. انا دائما اقول انها توازنات غير متوازنه. بنضحك بيها على مين؟ بنضحك بيها على مين؟ باختصار يعني بنضحك بيها على مين؟ هذه التوازنات غير المتوازنه بقى، يعني هي على فكره بتظهر في الافلام دي بكثره وتكاد تكون يعني علامه مسجله، لكنها تظهر ايضا في امور اخرى مش بسيطه يعني بقى برضه ساعات تجيب المحامي فيقول لك ايه يعني ادام عندي محامي فاسد ابين ان في محامي مش فاسد، ادام طبيب فاسد يبقى طبيب مش فاسد، بتوه شويه
لكن هي في الافلام بتتكلم عن البوليس بالذات قويه جدا. لا تفلت